أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل خالد: هل الأحاديث الضعيفة يستدل بها في الترغيب والترهيب؟ نعم، ذكر ذلك أهل العلم أن الأحاديث الضعيفة يستدل بها في الترغيب والترهيب والموعظة والنصيحة، ولكنها لا يبنى عليها حكم شرعي من التحليل والتحريم، وإنما تذكر للترغيب والترهيب فقط، وبشرط أن يكون الحديث ضعفه قريب، لا يكون ضعفه شديد، لا يكون ضعفه شديد. إذا كان الحديث فيه ضعف فإنه يستدل به في المواعظ والترغيب والترهيب، لأنه لا يترتب على ذلك إلا خير، ولا يؤسس عليه حكم شرعي من إيجاب أو قبول أو تحريم.